منتابع حلقتنا هالمرة من إمارة دبي اللي شهدت ومثل كل سنة على مهرجانها السينمائي هالمرة بدورته 13. محطتنا اليوم مع حفل IWC لمنح جائزة أفضل سيناريو إماراتي وكل التفاصيل بهالتقرير لزميلتنا ماري تيريز معلوف. هاي حفل IWC أصبح موعد ثابت داخل مهرجان دبي السينمائي لمنح جائزة لأفضل سيناريو إماراتي. مين كان الرابح هالسنة؟ كنا موجودين لنعرف تفاصيل أكثر ولنشوف أكثر كل المشاركين والموجودين بالحفل. Region, the region is more known within the filmmakers for documentary films, but the feature movie segment is less developed, and we hope to contribute with these prizes to young filmmakers to develop their projects. منافسة قوية يعني كان في ثلاث سكريبتس اللي هني موجودين بقوة موجودين وكان في عنا شوية تخبط أي سكريبت نعطيه فبالأخير حطينا معايير انه اي فيلم وليش رح نعطي الفيلم على اي اساس. بعتقد انه IWC with this award gives a great opportunity to men and women from the GCC region ليعملوا اول فيلم. فانا I like luxury and fashion for a cause and this is just the perfect night for it. Always fun to be in the jury because you learn a lot, you discover a lot, and but it's also very difficult. It's always difficult to choose the winner because often, you know, there is more than one, you know, more than what people are great. And in this particular case, you know, all of the nominees were great, and no matter who wins, I think we'll see a lot of all of them in the future. يعني انا بعمل شوز وبمثل وعملت هم اكس فاكتور وانترتينمنت نايت اللي هو اي تي بالعربي وعمري ما عملت قدمت حفله غير الحاجات اللي في التلفزيون دي اول حاجه اقبل ان انا اقدمها بس للايديا ان هي IWC وان هي دبي انترناشونال فيلم فيستيفال فحاسس ان المشاركه دي هتفرق معايا كتير قوي فالنهارده بليف ات اور نوت حاسس ان انا طالع على الاكس فاكتور ستيج لايف يعني خايف نوعا ما شويه. على جائزة IWC للمخرجين الإماراتيين والجائزة كانت من نصيب عبد الله حسن أحمد عن مشروع فيلمه مطلع شمس من بعد ما كان فاز بالدورة الـ 12 في جائزة وزارة الداخلية كأفضل سيناريو مجتمع. قيمة جائزة IWC 100,000 دولار أمريكي بتساعده لإتمام مشروعه. لجنة التحكيم هالعام كانت مؤلفة من الرئيسة أولغا كوريلانكو والممثل علي سليمين والمدير التنفيذي لـ IWC جورج كارن ورئيس مجلس إدارة مهرجان دبي السينمائي عبد الحميد جمعة والمدير الفني للمهرجان مسعود أمر الله العلي. عن النص يتناول قصة شباب من مرحلة الغوص في قطر يجدوا خريطة لدانة النجوم اللي هي تعتبر أغلى دانة في ذلك الوقت ومن خلالها يرتحلوا من قطر إلى عمان إلى الهند وإلى الصين بحثا عن الدانة هذه ومن خلالها يتعرفوا على كثير أو يعني على شخصيات خيالية كانت موجودة في أذهاننا وموجودة في تراثنا الموجود. المسابقة هذه أنا أعتقد مسابقة جيدة لكثير سيناريوهات بعيدة عن الحس التجاري مثل ما تقولي. مطلع الشمس يتكلم عن حكاية قصة إماراتية. القصة هذه تتكلم عن عائلة بسيطة إماراتية حكايتها في يوم تشييع شهداء في الإمارات وهذه القصة يعني جدا بسيطة. فيلم سالم هو عن شاب يعيش أزمة التبني وهو أيضا عن المرأة التي تقرر أن تتبنى وتتحدى المجتمع. التبني في المجتمع الخليجي وأيضا المجتمع المحافظ وبسبب التداعيات الدينية أيضا وخاصة للذكور هو موضوع حساس جدا. It's really nice to be in Dubai. First of all, it feels really like
about what's healthy and modern together, and it feels really nice to hear. And IWC, I don't know, it gives me a feeling of comfortable and glamorous together, actually. You see a watch, but it's behind there are lots of small pieces working together, as in making film. You see a film, but behind there are lots of small pieces working together. فازوا بالجوائز بالسنين الماضية، ظهروا أفلامهم خلال مهرجان ديف. المخرجين الإماراتيين والمخرجين من الجولف والخليج عايزين هلا يكونوا من النومينيز والمرشحين للاي دبليو سي فيلم ميكر أوورد، لأنه الدعم المادي مهم جدا بالنسبة لهم، لأنه صارت الجائزة كمان كثير عندها برستيج. الناس يعني بتلفت النظر، بنحكى عنها بالاعلام. اول شيء انا اول مره بكون موجوده مع اي دبليو سي بهيدا الاوورد، فيلم ميكر اوورد. بالنسبه لي اتس ا فيري نايس كولابوريشن، انا اول مره بعمل شيء ريليتد تو واتشز، يعني كنت عم بشتغل كثير لكجري اند جولري، بس ولا مره سمثينغ ريليتد تو واتشز. واللي حلو اليوم تحديدا هو انه مش بس عم نحكي عن فاشن وعن لكجري وعن جولري، عم نحكي كمان عن موفي وعن سينما. Portofino collection Moon Phase. He has diamonds, Sophia a bit of ruby with a crocodile strap. هالدعم عم بيساهم بتطوير السينما الإماراتية وبمنح فرص أكبر للمخرجين الإماراتيين، على أمل أنه نقدر نشوف الفيلم الرابح بالسنوات المقبلة داخل مهرجان دبي السينمائي. تابعين حلقتنا ومنرحب بضيف السنوية دايما معنا بالاستوديو فيولات مقدسي. صباح الخير فيولات، صباح الخير، واهلا وسهلا فيكي معنا باستوديو اخبار الصباح. فيولات مقدسي، بس نقول اسمك دغري، بنعرف انه في مسرحية جاية من فرنسا على لبنان لتنعرض على خشبات المسرح بلبنان. وي افكتيفمون، جاي بمسرحية اسمها لا بوتيت في او فيولون. انا جبت نفس المسرحية تقريبا، هيدي سي اون ريبرودكسيون دو بوتي فيولون. Le petit violon a reçu le prix du festival d'Avignon من 5 سنين. جبته لهون، il a eu un succès fou auprès des Libanais والناس كلها حبته. فهلا رجعنا عملنا هيدي avec une nouvelle distribution bien sûr des rôles. عملنا la petite fille au violon و مررت فيها كذا مسرح، بعد باقي عرض واحد بس. باقي عرض واحد، مع انه نحن هلا جايين على فتره الاعياد، لازم تنشط العروض اكثر. انا اجمالا بجيب قبل الاعياد، بس كانت الفرق اللي جيبها يبقوا لجوسكو 22 ل 22، لانه يروحوا هونيك مشان نوال مع عيالهم. هيدي هالسنه مش قدرانين كانوا يبقوا اكثر من 17 شهر، بدهم يفلوا ب 18 شهر. اوكي، ب 17 شهر رح تنعرض على خشبه مسرح الانستيتيو فرانسي بالسال موتان. وي بالسال موتان. خلينا نشوف بعض المشاهد فيوليت، بنرجع بنكفي حديثنا. Que prétendre le marchand de bretelles? Que 7 paires pour un seul pantalon? Oui, mais j'ai un très gros ventre. Soit. Attention, elle pourra trouver un bon travail. Mais elle doit être très. عم نحكي انه صار لك مدام 25 سنه بتجيبي مسرحيات على لبنان، يعني صار جمهورك كبير والناس بتنطر انه مسرحيه اجنبيه فرنسيه تحديدا توصل على لبنان. شو بيختلف المسرح الفرنسي عن مسرح الاطفال عندنا بلبنان؟ المسرح الاطفال عندنا بلبنان كثير منيح بطبيعه الحال، بس انا عم جيب مسرحيه فرنسويه مع الكاشي فرنسي، يعني هن كيف ثقافه فرنسا، مجتمع فرنسا، مش بس ثقافه فرنسا، لا كريم دو لا كولتور فرنسيز، عم جيبها لهون على لبنان. هلا الفرق، او يمكن مش فرق، بس انا كيف عم بشتغل على المسرحيات اللي بجيبها. انا بشوف مسرحيات كثير كثير، كل مره بشوف، كنت سافر على باريس مش اقل من 40 مسرحيه مشان نقي مسرحيه. هلا بروح على افينيون عم شوف 35 مسرحيه او 36 بخمس ايام ست ايام،
فوت بمسرح بطلع بمسرح. عم نقي اول شيء انا بنقي المسرحيه ككل، بعدين بنقي الكوميديان، كثير مهم كل كوميديان جيبوا اللي بشوفه انا هونيك يجوا لهوني. بعدين بنرجع ما بخدم اول شيء اكيد المساج تبع المسرحيه، الفاسون دو جوي، طريقتهم كيف بيلعبوا كل شيء. بعدين هون ببلش بس نقي المسرحيه ببلش الشغل، لانه انا ما باخذ ولا بحياتي اخذت مسرحيه مثل ما هي من فرنسا. مثل ما عم تقولي برجع بشتغلها عن جديد انا والمسرحيه، انا والفرقه بنشتغلها بنحطها، هيدي شيلوها هيدي حطوها. مرات بشيل دي تابلو من المسرحيه وبحط تابلو من عندي، بقول لهم لا شيلوا هيدي. بس بيقبلوا هن، ما عندهم مشكل. انا بقول لهم جوستمون هن اصلا الفرنسي وما بيقبل تشيلي كلمه 100%. صح. بس انا بقول لهم انه ابارتير دو مومون انه بدنا نشتغل شيء سوا وانا بدي اعزمكم على لبنان، انا ان سول انتريس سي دو بيان ترافايي. وبعدين جو سوي ان تو بيتي بو بيان بلاس، ما يعني صرت اعرف بعرف شو ممكن يقبلوا بلبنان وشو ممكن شو بحبوا بلبنان. اي اشخاص او اي فرق ما بتقبلوا، اي فرق ما بتقبل، خاصه انه 25 سنه مثل ما عم بتقولي، يمكن مزبوط. في ممثلين صاروا جايين يمكن بكذا عمل. صح. او هن بخبروا بعضهم، هيدي هالفرقه اصلا صار جاي كذا مره، هيدي ثامن مره بتجي على لبنان، صاروا يعرفوا كيف بيتجاوب الببليك الليباني les enfants. هلا كمان هذا شيء مهم، كمان هذا شيء مهم. برجع اول شيء بشتغل على المسرحيه، بشتغل على التكست، النص تبع المسرحيه بيضلوا جمعتين بيني وبين بيريز عم بيروح ويجي كل كلمه كلمه كلمه، هيدي شيلوها هيدي حطوها هيدي غيروها هيدي. دونك برجع بشتغل المسرحيه عن جديد. شغلتي الثانيه انا بجيبهم شهرين على لبنان، لما بجيبهم شهرين ما في ولا 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 فرقه بفرنسا بتقبل انها تجي شهرين، لانه اللي بيشتغل كوميدي لي كوميديان عندهم 100 شغله ما بيعملوا، بس ما في شغله. يعني بيتحضر هالمشروع تا الشخص عارف انه هو عنده التزام بده يقعد شهرين بلبنان؟ فيولا بده يقعد شهرين، يعني قبل بقد ايه؟ قبل بسنه تقريبا، قبل كثير وقت بده يتحضر. وبعدين ما بتلاقي بصراحه، ما بتلاقي. هلا ما عم لاقيهم بالصدفه انا وهالفرقه، لانه عم بقدر، يعني كثير كثير صعبه، لانه انا بحترم راي الناس، بحترم راي المدارس. بجيبها قبل، بعمل لهم افون بريمير، بجيبها قبل بجمعه بعمل لهم افون بريمير، وبيروحوا المدارس بيرجعوا تيفكروا اي صوف واي كذا، لان انا ما بعرض عليهم، ما بجيب لهم بقول لهم سو سون دي اكستري شوفوا او وات ايفر او شيء، ما بعمل انا. مشان هيك من هون يعني من هون الصعوبه، من هون الصعوبه، لانه انا بهمني بهمني اسمي اسمي، وبهمني اكيد جيب اشياء منيحه لاولاد لبنان. يعني ليه عم جيب انا؟ لانه اجت سالوني، عملوا انترفيو معي بالاجندا كولتوريل، سالوني منين خلقت هالباسيون. انا كان غير شيء موصلي دكتوراه ان بلانيفيكاسيون استراتيجيك دو لانتربريز، سي ديفيرون دو سكو جو في مينون، مي لو فات ميم تشوفي كيف بيصيروا يضوا عيونهم للاولاد وقت عم بيشوفوا المسرحيه، هذا الباسيون، تشوفي البارتيسيباسيون. يعني مثلا بيجوا المسؤولين عن المدارس بيقولوا لي ممكن ما يفهموا هيدي، ممكن هيدا. طب فيوليت بعد 25 سنه ما بتحسي فيكي انت تكتبي مسرحيه وتعطيها لفرقه تمثلها، او انت تخرجي مسرحيه؟ بفتكر انه فيني، لانه هيدا اللي عم بعمله اصلا، هيدا الموضوع بفتكر انه هيدا اللي عم بعمله. يعني مره جبت الماريونات دو بارك مونسوري، كان عندهم ان بيتي سبيكتاكل بلاي باك ستي تابلو، انا رجعت اشتغلته انا والفرقه، حتى المكياج تبع هذا الديكور هذا بحد ذاته كتابه واخراج، وديت لهم لي سبيسيفيسيتي دو 17 باي، جابوا مسرحيه افيك 100 ماريونيت 104 ماريونيت، وسميناها لو سبيكتاكل او 100 ماريونيت مع 17 تابلو دو بار لو موند. كل حتى وديت لهم الدبكه اللبنانيه، وقفت العالم بالسال وصار يزقفوا، قالوا كتبتها بالنهار، قالوا جي خلص. هلا بعتقد لازم تستغني عن سفراتك، تقعدي بلبنان تركزي تحطي ورقه وقلم تشتغلي انت مسرحيه خلص. انه ما فكره ابدا، صار الوقت يعني. لا 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 لا، ما عم بقول لك انه عم جيب الكاشي فرنسي باريزيان، كلهم عم يجوا من قلب بيز هيدا. ما هون المفروض يعني يا ريت الناس ما بتنطر تشوف وين في دعايه، لازم هن يبرموا تشوفوا ويلفوا انيسيي لي زانفون. نحن اصلا باخبار الصباح دائما بنقول عن كل المواعيد واهم المواعيد. نحن رح نرجع نذكر بالعرض لابتيت في اوفيولون السبت بالانستيتيو فرانسي
يعني شو اسم بعد اخر سنة بعد الساعة 4 بعد الظهر بالتياتر مونتان بالتياتر مونتان هلا نكست والبيي عم ينباعوا بليبراري انطوان بكل البرانش تبعولهم. طيب هلا المسرحيه الثانيه شو حتى شيء براسي؟ متى رايحه على فرنسا؟ رايحه بعد 10 ايام بعد 9 ايام انا ساكنه اصلا انا قصدي انه انا ساكنه بفرنسا ويمكن رح اعمل دي بروجي هونيك بقلب محل ما انا موجوده دي بروجي كمان ما بعرف هلا نحن تعودنا نستقبلك لانه كل فتره مثل هالوقت بالسنه فيوليت ناطرين لك السنه الجايه بعمل جديد ان شاء الله خير ان شاء الله خير اهلا وسهلا فيك ثانك يو سو ماتش وانت بتحضرينا دائما بفرنسا عم انا بحضركم على طول اوكي نحن رح نتابع ورح ننتقل هلا الى مسرح اليونسكو لنتابع مسرحيه لو بتي بوسي هالمسرحيه تم عرضها ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية ألفا من أجل الحياة بالتعاون مع قرى الأطفال SOS التفاصيل كلها بهالتقرير إن شاء الله بزيد العمل الإنساني وخاصة جاي الكريسماس هلا هو المحبة هو الاهتمام والحنان الأولاد من حقهم ينبسطوا ويجوا يشوفوا أنه في ناس مهتمة تجي تشوفهم وإن شاء الله كمان كل العالم تنبسط فيهم وبتشجعهم وبتصير تجي تحضرهم منيح في SOS حتى تهتم فيهم لأنه الدولة ما بتهتم بحدا سبع أشهر من التحضير والتدريب للموعد السنوي اللي بيجمع أبناء قرى الأس أو أس على خشبة المسرح ضمن برنامج فني فاحتفلوا هالسنة بعيد الميلاد من بكير ليقدموا مسرحية باللغة الفرنسية تحت عنوان لو بوتي بوسي وذلك ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية ألفا من أجل الحياة جايين نحضر المسرحية اللي حيعملوها الأولاد جاي أحضر أخواتي رح أمرق سويغة يعني هو أولاد بالنتيجة ما عندهم أم يعني عم بيجوا لعنا لأنه عندهم أم بديلة عم بيصيروا بقلب عائلة وبقلب بيت أكيد لازم ندعم هالشي كمان نحن ونوقف حدهم كلنا الموسيقى والغنى هي تنفيس هي تعبير وسيلة للتعبير عن تيطلعوا كل شيء موجود جواتهم فهين بالنسبة لهم اليوم العيد بس نحن قدرنا مع الأخصائيين نلاقي حل أو نساعدهم ليوقفوا عجريهم شوي عبر الموسيقى كعلاج لهم الموسيقى والفن فهن اليوم رح يفرجونا قديش قدروا يتخطوا مشاكلهم اليومية ويفرجونا هيك بسمة مش بس عوجوهم بسمة من القلب طالعة حتى نتشاركها سوا على خشبة مسرح قصر اليونسكو مثلوا الأطفال وغنوا العيد بحضور عائلات ورفاق فأمضى الحضور ساعة ونصف من الوقت بأجواء بتحمل معنى العيد لزين بضحكات لا القطاع الخاص هو مفترض يعني يكون هو المصدر الرئيسي لمساعدة هيدا الأولاد لأنه دايما الدولة بتقول أنه ما في ونحن بعجزوا هيك الدولة مشرد الكبير والصغير ما نفرق معه ولا الكبير ولا الصغير بالقليل هالولاد المنطاهر وما بيكسبوا وهن ان شاء الله هن المستقبل يكون لهم افضل من المستقبل الحالي عارف انا قد ايه هن معانيين فبقى وتعبوا كرمال هذا الكورال جاي يشجعهم ليعطوا احسن ما عندهم بركي بيحصلوا على فرصه احسن هن بحاجه لكل شيء بلبنان مش بس هيدا بدنا الاكثر بعد بدنا الكل يشجعوا اكثر ويساعدوا اكثر هيدي مجد لبنان للاطفال ونحن مبسوطين بهالاطفال كثير كثير